تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة المساعدات الإغاثية التي تعمل مصر على تجهيزها ودخولها، ويأتي هذا ضمن نهج لقوات الاحتلال لتعزيز حالة الجوع والتهجير بحق الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ولا زالت المجهودات المصرية لإدخال مئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات من العريش وأمام بوابة رفح المصرية في محاولة لتخفيف ويلات الحرب عن كهل الأشقاء في قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصرية. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفح المصرية، ننقل لكم الصورة. دائما قوات الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة تمنع وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لكن يعني على مدار الأسبوع تسمح بحوالي 3 أو 4 أيام من دخول المساعدات الإنسانية، منها اليوم. فاليوم دخل بالفعل 84 شاحنة من المساعدات الإنسانية المحملة بالمواد الغذائية والمستلزمات اللوجستية المختلفة التي يحتاجها القطاع. حتى هذه اللحظة يعني أفرغت أكثر من 25 شاحنة حمولتها في الناحية الأخرى من ناحية معبر كرم أبو سالم، حيث تسلمت هذه الشاحنات الأمم المتحدة ليتم توزيعها على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ودخل بالإضافة ل 84 شاحنة دخل أيضا 9 شاحنات للوقود، 5 شاحنات للسولار، و4 شاحنات للغاز. أفرغت شاحنة واحدة للغاز فقط حمولتها في الناحية الأخرى، وأفرغت 3 شاحنات للسولار حمولتها في الناحية الأخرى، وعادت هذه الشاحنات أدراجها إلى الأراضي المصرية مرة أخرى. كل هذا بالطبع يأتي مع استمرار المجهودات المصرية المختلفة، إما لتجهيز هذه الشاحنات الإنسانية وأيضا تحملها على الشاحنات والمساعدات بمختلف أنواعها ودخولها عبر بوابة معبر رفح المصرية، بالإضافة لذلك أيضا المجهودات الدبلوماسية المختلفة للضغط على جميع الأطراف للوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار باستضافة هذه الأطراف على الأراضي المصرية. على سبيل المثال اليوم استضاف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا رئيس المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز هذه الاستضافة التي تهدف يعني لعدد من الملفات المختلفة، ولكن من أهم هذه الملفات الذي أكد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية يعني تدفق المساعدات الإنسانية عبر بوابة معبر رفح الرسمية أو عبر بوابة معبر رفح المصرية، وهي البوابة الأساسية والأهم لدخول هذه المساعدات الإنسانية. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى.